مساء الخير، اكتملت في نواكشوط صباح اليوم أعمال اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الوطني الشامل. وأصدر اللقاء التشاوري وثيقة مرجعية تتعلق بالتوصيات وبخلاصة الورشات التي أقامها أو نظمها المشاركون في هذا اللقاء طيلة أسبوع كامل. هذا اللقاء والورشات التي شارك في إثرائها مختلف التشكيلات السياسية والحزبية والمجتمعية، وكذلك أطياف ومكونات المجتمع المدني الموريتاني. هذا الموضوع هو موضوعنا لهذه الليلة، نناقشه ونحلل مختلف جوانبه، ونقدم للمشاهد كذلك أبرز نجاحات وإخفاقات هذه المشاورات الممهدة لما يمكن أن يكون حوارا جامعا مانعا يشارك فيه كافة مكونات وحساسيات هذا البلد. وهو الحوار الذي كشفت الوثيقة المرجعية أنه سيكون في بداية شهر أكتوبر، في 10 أو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. أستضيف لمناقشة هذا الموضوع ولإثرائه وتقديمه كوكبة مميزة من الصحافة الوطنية التي تابعت هذا اللقاء ورصدت مختلف جوانبه، وكذلك المشاركات التي تميز بها، بالإضافة إلى متابعتها للساحة الوطنية ومواقفها المتباينة من اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الوطني الشامل. أستضيف لكم للنقاش الأستاذ عبد الله الأصفاق المختار، وهو صحفي. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله. وأستضيف أيضا لكم زميلنا الإعلامي أحمد والمحمد. أهلا وسهلا أحمد. وأستضيف إلى جانبي الزميلين الصحفي المخضرم موسى صنبسي للتعليق ولإثراء أيضا الحوار وتقديم مختلف جوانبه. في بداية النقاش هنالك ريبورتاج أعده الزميل الأحسن محمد لمين، نشاهده ثم نبدأ النقاش. حضور رسمي وضع المتشاورون في قصر المؤتمرات حدا ليومياتهم. رفعت الصحف وجفت الأقلام على أمل العودة في الأسابيع الأولى من شهر أكتوبر. خرج المؤتمرون من باب واحد بعد أن دخلوا من أبواب متفرقة. خرجوا وفي قسمات وجوههم ما تستشف منه تباشير اللقاء وإيجابية الجو. ونضم صوتي الأخوة على الحوار مهم وعلى السنة حسنة، وطالبة من المعارضة ما جاءوا عنهم الحوار من أجل موريتانيا متصالحة مع ذاتها ومع كل أولادها، ما يصايب عن حد من أولادها. موريتانيا ما هي متفرقة، ما كل واحد منها شار من أولادها شار مبنيقة ماشي بها. ونقول لهم يلي من شاطئ الخلطات داير عن مسلة الفتنة، أسوة الفتنة، قرار عاك من الفتنة شر الفتنة. ملفات عديدة طرقت في ورشات الأيام التشاورية، وأفكار كثيرة سردت على منصة الخطابة، وقد آل أهلها أن لا يغادروا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها، وإن حالت دون ذلك تداعيات الغياب الذي بدا فراغه في نفوس العابرين من وراء الأسوار حاضرا في إشاراتهم وإيماءاتهم إلى الطيف السياسي الآخر بضرورة المشاركة في الحوار المرتقب. النتائج اللي تم عليها الاختتام اليوم تناقش وراجعين أعلنها، تمكننا من أعلن ذاك اللي مازال من الأطياف السياسية اللي ما فاتحضر أنه يخلط علينا الركب، وظهر لي عن سد باب أمام الحوار ما يخدم حد، ما يخدم موريتان، لا يخدمنا احنا كنظام ولا يخدم سياسيين ومادين اليد. وحريصين الذين النتائج تعود هي البداية الحقيقية الحوار في أسرع وقت. مخرجات وتشاورات ولقاءات بمن حضر كانت هي ملامح المشهد في آخر جولات التشاور، الذي تقول قراءات المتابعين وطلاسم العارفين بمتون السياسة إنه بدأ في ظاهره حوارا وفي باطنه ضغطا سياسيا على المخلفين عنه. وبين هذا وذاك برد مسافة من الجمود
ترك المؤتمرون لقصتها بقية في فاتح أكتوبر. شكرا للزميل حسن، وأحيل السؤال المباشر لأستاذ عبد الله. هل هذا اللقاء التشاوري كان عبارة عن ضغط سياسي أسفر عن أجواء اللقاء التشاوري التمهيدي الذي تم اختتامه اليوم، وكيف يمكننا أن نصنف هذا اللقاء؟ شكرا. أعتقد أن الجميع كان ينتظر حوارا، لكن ربما بطريقة أخرى والمعارضة كانت تنتظر الحوار، والنظام كان مستعدا للحوار ولا يزال يبدي استعداده للحوار، بيد أن ما نحن الآن بصدد نقاشه هو بالحقيقة واضح من التقرير أنكم في التلفزيون الوطني لم تجدوا شخصية معارضة أو حزبية معارضة لاستجوابها. والبرلمان شخصية من الأغلبية، البتات التي تدعو المعارضة للحوار هي شخصية من الأغلبية. إذن هو بالمحصلة سبع شخصيات ذات ماض معارض، ليس ماض بعيد طبعا وماض ما بعد 2005، عارضت النظام ما بعد 2005، سبع شخصيات ممكن نعدها لك أصابة يد واحدة التحقت بهذا الحوار. هل هذا الحوار وما صرف به يستدعي أو يبرر هذا الصرف؟ هل يبرر التحق سبع شخصيات بهذا الحوار أحرى بالنظام؟ نحن أعتقد أننا كما شاهدنا في إطار الحوار هو يراد له أن يكون مهيئا للحوار، لكنه في الحقيقة يدل على أن المشاكل أكثر مما تطرح المعارضة. الأغلبية اليوم تحاور الأغلبية، معناه أن هناك مشاكل قبل مشاكل ما قبل الحوار. نحن الآن ما تمخض عنه هذا اللقاء تمخض عن مشاكل ما قبل الحوار، وكما لاحظت في الخلاصة أريد للأمر أن يأخذ صبغة إعلامية أكثر من اللازم. وكلت أحد الورشات لرئاسة سياسة المخضرم والمعارض بين قوسين والدي بلال الورزق ألقى البيان الختامي باللغة العربية، ألقاه محفوظ إبراهيم وشخصية سياسية تحقق بتكتل القيمة الديمقراطية بعد 2005، والآن يجمد نشاطه السياسي منذ فترة ببيان القهوة الفرنسية عمدة عن اتحاد قوى التقدم في مقاطعة بوغي، وهو شخصية معارضة هي الأقدم وأصلا في المعارضة. أريد له أن يلقي هذا البيان. لماذا هذا البيان وهذا لماذا لا يلقي أحد من الأغلبية هذا البيان، أو أحد من أحزاب المعارضة؟ واضح عبد الله. لا هناك نقطة ما قديت يكون نقولها بداية، قلت انت لا زلنا في مرحلة التمهيد. انتم قلتم زميلي عبيد في بداية البرنامج ان كل الاطياف السياسية شاركت في هذا البرنامج في مقدمة. اعتقد ان هذا به نوع من المبالغة. الطيف السياسي الذي شارك في هذه الايام هو طيف سياسي واحد بزيادة سبعة اشخاص فقط. واضح. هل اريد استاذ احمد، هل اريد لهذا اللقاء التشاوري الممهد والموسع للحوار الوطني الشامل أن يكون لقاء بين الموالاة وحوارا بين الموالاة في حضور في تعمد في ظل تعمد غياب المعارضة أو تغيب المعارضة؟ وهل فعلا يمكن أن نقول بأن كل الذين حضروا مجرد سبعة أشخاص؟ للأسف أعتقد على أن البعض عن حسن نية أو سوء نية يتلاعب الألفاظ عندما يخلط ما بين التشاور أو مشاورات وحوار. يعني يجب أن نفرق ما بين الموضوع، خصوصا على أن طبعا أنا أتفهم على أن البعض لديه هذا الخلط، لأن سنة التشاور يعني غير منتشرة كثيرا في ثقافتنا للأسف. أنك تجد على أن غالبية الأحزاب، لما أقول كل الأحزاب، إما يعني يتخذ قرار شخص واحد أو مجموعة قليلة، وبالتالي ثقافة التشاور يمكن أن يسميها حوار، يمكن أن تكون شيء. يعني أعتقد على أن هنا الإشكال الكبير على أن البعض لا يستسيق التشاور كمرحلة معينة، مثلا شد أخبار وطوب، هيا ذرك إحنا ما هو في ثقافتنا السياسية، وبالتالي يعتبر البعض على أن ما حدث لأنه حوار داخل المولات. أولا ظاهر على المسألة كانت مسألة التشاور كانت تدارك نقص للأسف في مجموعة نسميها أقلية الأقلية تفرض على أنها هي من تمثل الموريتانيين، هي من يجب أن يتحدث باسم الموريتانيين، وهي وحدها المخولة بأن تتكلم باسم الموريتانيين. أعتقد على أن الأغلبية تداركت نقص سابع على أن يجب أن يشرك جميع الطيف السياسي في الأغلبية، ومن يريد من المعارضة
في التمهيد في وضع ما يجب أن نتحاور عليه. وبالتالي ما حدث كان تدارك نقص سابق، لأن كان لدينا دائما عندنا شخصين ولا ثلاثة من الموالاة، ثلاثة ولا أربعة من المنتدى، وكأن هؤلاء الأشخاص الستة هم اللي كلهم يعرفون ما يحدث في موريتانيا وما يجب أن تكون عليه موريتانيا. هذا أعتقد أنه وضع كان فاسد ومفسد وغير مقبول. وبالتالي عند منين نمسح الطاولة ونحاول لنا نرجع من جديد الوضع الطبيعي لكل موريتانيا الحق في أن يدلي بدلوه فيما نريد موريتانيا مستقبلا، لا أعتقد أن المسألة تستحق كل هذا الاستنكار. إذن ما حدث فقط على أن مجموعة من الموريتانيين، وأعتقد على أنها أغلبية الموريتانيين، طبعا أعرف على أن البعض تغير، لكن أغلبية الموريتانيين حضروا ممثلين في رؤساء أحزاب، ممثلين في منتخبون يعني نواب عماد، ممثلين في رؤساء أحزاب، في مجتمع مدني، في نقابات، في هيئات، يعني كل الطيف السياسي الموريتاني حضر. عندما حضر مسألة بسيطة، لدينا موضوعين نريد أن نتشاور، يعني متى يجب أن يتم الحوار الذي يتحدثون على أنه حوار ما بين الموالاة، حوار داخلي، يعني يجب أن نتفق مبدئيا نحن كموريتانيين على متى سنبدأ الحوار. طبعا في التوصيات كان واضح لأن كان الغالبية اعتبرت على أن أكتوبر القادم يعني بداية يجب أن تكون بداية الحوار. الموضوع الثاني هو على ماذا سنتحاور، يعني ليس من حق المنتدى فقط أن يحدد ما يجب أن يناقشه الموريتانيون، هذا على المنطق أعوج، حتى لا أقول منطق أخرى. ليس من حق المعاهدة أن تتحدث باسم الموريتانيين، هي وحدها تتحدث الموريتانيين يجب أن يتحدثوا عنه، من حق كل موريتاني. وهذا كان واضح جدا، لأنك حتى في الأحياء الشعبية حضرت الفعالية السياسية، يعني المناضلون العاديون حضروا وأدلوا وشاركوا وقدموا رؤيتهم، وهذا كان واضح جدا في تنوع التوصيات التي خرجت، يعني كانت منوعة، يعني كانت ممثلة فيها كل آمال الموريتانيين، كل طموحات الموريتانيين، المستقبل الموريتاني. وبالتالي لا الحوار بدأ، وبالتالي لا معنى لأن نقول على أنه كان حوار داخل الموالات، فقط ذمة طيف واسع من الموريتانيين كان مغيب عن سوء نية، في بعض الأحيان عن حسن نية كان مغيب، أريد له أن يحضر وأن يقول رأيه. شنو المشكلة؟ واضح. يتعلق الأمر الأستاذ مصطفى طنبسي بالمشاركين دائما وبالتوصيات التي خرج بها المشاركون، هل يمكننا أن نقول بأن الذين شاركوا تم من المعارضة بين قوسين على حسب يعني مفهوم أستاذ عبد الله، هل يمكن أن نقول بأن هؤلاء شخصيات معارضة وتمت ممارسة عليها إرهاب حقيقي من أجل أن يقال بأنها أصبحت من الموالاة وبأنها تم التنكر لتاريخ النضالي؟ ثانيا، ما يتعلق بالمضامين التي خرج بها، هل هي ملزمة لبقية الأطياف التي تغيبت عن شكرا أولا للإجابة على السؤال بصفة دقيقة. لا يمكنني أن أجزم للدوافع التي دفعت فلان أو فلانة لتغيير موقف السياسي، كل له الحرية وأن يأخذ موقف سياسي الذي يراه مناسبا متطابقا مع قناعته والله مع مسيرته السياسية. المسألة الأخرى اللي هون خلبطة في المواضيع، الحقيقة الموضوع ما سميناه حوار ولا زاد تشاور داخلي، من اللي هو تمينا ماشيين وعدين حوار، وعنه خطاب الوزير الأول الافتتاح عنه لا يفوت شهر، وكان الناس ماسي عنه لا يحضر له مثلا أطياف مهمة من اللي قالوا المعارضة. ما هي المعارضة؟ فالمعارضة نعرض عنها نوعين، في المعارضة اللي ناطحة كانوا يسموها ناطحة وناصحة. على كل حال كان موقع أنه على الأقل أصبحت في المعارضة كلها ناطحة، إيه؟ وتم تغيير مفهوم الناصح طبعا. إذن كان موقع أن يحضر منها فئات ولا زاد شخصيات أو أفراد أو بعض الأقطاب المهمة، ولكن أقرب ما يمكن أن يقال هو العبارة الفرنسية لا مونتاني على كوشي دي مسوري، بمعنى عن الجبل ولد فارا. بمعنى إيش؟ بمعنى أنه للعقب خلق قبل الشهر وقلص لي عاد أسبوع واحد ومراقب بعض التوصيات، التوصيات اللي لا معنى لها، لا معنى لها. لماذا؟ هو ما دام حد متوجه واحد شين قالوا الحوار، كلمة حوار أو جالوا بالفرنسية معناها على الأقل طرفين، لابد على الأقل طرفين، هؤلاء الطرفين اللي يحاوروا إذا يعني اللي يتوافقوا على اللي يناقشوا شنو وعلى الجدول الزمن اللي يناقشوا. ما يجد طرف واحد داخليا يقرر هو من نفسه يقول نحن نبدو الحوار ذات أكتوبر، كيف خلق التوصيات اللي قرأت اليوم في الختام.
عن الحوار لا يبدأ الأسبوع الأول من أكتوبر ولا يتضمن النقاط التالية كذا وكذا وكذا وكذا. هذه المسودة فات تنين وقدمت شباب الأغلبية لا تقدمت مسودة فيها بعض النقاط اللي ربناها من الحوار إذا عنه هو لم يأتي بجديد إلا فقط لعاد الموعد التاريخي، وهذا الموعد التاريخي ما يقدر يحدد من جانب واحد، ما تقدر تحدد المعارضة وحدها ولا يقدر تحدد الأغلبية وحدها. يلتم هم الاثنين يقعدوا في بليدة عاد الصفين يتحاوروا وتوافقوا على تاريخ بدء الحوار وتوافقوا على المواضيع اللي يطرقوا لها هذا الحوار وتوافقوا على الآلية اللي يعدلوا بها الحوار وتوافقوا على أهداف هذا الحوار. بعد قاعد هم شلون بي الحوار شلون بي الهدف منه شنو هو الحوار؟ كيف واحدين يقول الحوار لا بد من الحوار ما لا بد منه يتقدم معارضة كمعارضة وتم أغلبية 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 منتخبة حالة عادية في الديمقراطيات العادية. أغلبية عندها 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 فترة عندها مندا عندها مندا مدة مأمورية توفيها وتعدد تنظم على مسؤولية تنظم انتخابات شفافة على المسطرة والله زاد على المنظومة على المسطرة النورم اللي يعدلوا بها انتخابات في العالم كامل شفافة ونزيهة وتعدل انتخابات وتوفي مأموريتها وتعدل انتخابات ويحاول عليه شيء. احنا ما لنا ماشيين وعدين حكومة وحدة وطنية ولا عندنا قالوا عنها واحدين يقولوا عن ما هم أزمة واحدين يقولوا عنها أزمة ما يقدروا يعودوا يقولوا عن ما هم أزمة هم اللي يودوا الحوار ما عاشوا ما هم ضربات في الشوارع ما هم الأمور تسير لما يبدو بصفة طبيعية ولو كانت هماتي أزمة سياسية بعض بين السياسة. إذا عاد الحوار ما ترى مفهوم ليش هون ملي لنكون صريحين. أظن حسب ما رأيت من بعض المعارضة المتينة الراديكالية عنهم بعد قاعد الرواية ما مفاهمين ذا الحوار السلطة الدور منه شنو. أظن عن اللي تعود السلطة تقدر تعطيهم ضمانات عن اللي قالوا تمديد الفترة الانتخابية المأمورية رئيس الجمهورية والله زاد عن الدستور ذيك مواد الدستور اللي قاعد هي أصلاً ما تقدر تمتس اللي هو حلف عنه ما يمسكع ولا يقدر يعيش في الأخبار أنا ما تقدر تمتس. أظن عنهم اللي يجبروا ضمانات في ذلك أنا بدور لا يجي منهم شنوهم طيب يقولوا هذا بعد ما هو قاعد نكون سيئين قدر نعطيه الأغلبية بيهم نقعد فيها السياسيين اللي أخبر مني أنا بمصلحتهم في السياسة اللي همتهم. غير أظن عن حتى الناس اللي محاورين اللي جاوا اليوم بالحوار ما هم قاعد فاهمين هم اللي دور المجور منهم شنو ولا هذا الواعدين شنو ولا هذا المطالب. وبالتالي عاد انفورتو شي نقاط اللي نفس النقاط اللي تردد لنا دبي 4 سنوات ولا 5 اصلاح لكذا واداره تعود نزيه تعود محايده وابعاد الجيش من السلطه من السياسه وكذا من النقاط اللي تردد له سنتين. بالعكس ظهرت انقسامات ولو كانت ما هي واضحه حتى في صفوف الأغلبية الرئاسية انقسامات شخصية صراعات شخصية يعني قدم برنامج عاد الموضوع سنصل تلك المرحلة. إحنا الآن عندنا مشكلة الانقسامات في صفوف المعارضة أصبحت المعارضة المشاركة وأصبحت هناك معارضة راديكالية تمتنع عن المشاركة في هذه اللقاءات التمهيدية. معارضة المشاركة شوف نستشف ونحتين مع عقول المشاهدين هل هؤلاء معارضة أم هم نقول بالضبط حزب رفدي جاوا منه 4 شخصيات انتو سميتهم كاملين حكما ما بقدر اسميه جاوا منه 4 شخصيات قطعا شخصيات من رفدي انتو معرفه برفدي يا اخي 5 4 حسب عندي اخت خامس ماني عدل ماني سوف طروات ما هو حسبت ذي اللي بقى من رفدي لا واصل مهم عن هذه الشخصيات هذه الشخصيات متكلم باسمهم قال عنه ما يتكلم باسم رفدي عنه ما هو جاي باسم رفدي عنه جاي بصفه شخصيه. اتحاد قوى تقدم تكلم وقدم بقى ادامه موسى العمده السابق لبوغي اللي هو كان عضو بارز من دي اف بي وتبرأ هو بنفسه على المنصه عنه ما يمثلها عنه ما يمثلها عنه هو ونادى بصفه شخصيه وعنه ما ينادي احد اصلا بصفه شخصيه ما جاء. اذا ما بقى شيء بقى قدر من المجتمع المدني وش من الأحزاب واحدين منهم في الرقعة ومشاو تمام وهناك حزب الجبهة يعني المعاهدة أحزان المعاهدة ذوكم اللي ما جاءوا حضرت بايدن وتكلم بايدن حضر وطلب طلب تأجيل سنصل إلى مرحلة مسعود ما جاء كان اليوم مميز بالخطاب الذي ألقاه الوزير الأول في موقع الأخبار العنوان الرئيسي الوزير الأول سنبدأ تحضيرات الحوار وباب والباب مفتوح للمشاركة. وفي السراج الإخباري الوزير الأول يتعهد بتطبيق توصيات المشاركين في اللقاءات التشاورية للحوار. وفي الوكالة الموريتانية للأنباء الوزير الأول يشرف على اختتام اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الوطني الشامل.
وفي وكالة المستقبل الوزير الأول يدعو الجميع للدخول في حوار شامل. وفي زهرة الشنقيط الوزير الأول لمنتديات الشاور رسالتكم واصلت والحكومة ملتزمة بها. الوزير الأول ألقى خطاب اليوم، هذا جزء منه، ربما يكون هو أهم عنصر من عناصر خطاب الوزير الأول. أيتها السيدات أيها السادة، إن رسالتكم الواضحة بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتلبية تطلعاتنا المشروعة في الحفاظ على لحمتنا الوطنية وتوفير شروط نهضتنا الشاملة في ظل دولة المؤسسات والحكامة الرشيدة والحفاظ على أمن واستقرار بلادنا، قد وصلت إلى العنوان الصحيح، فلتكونوا على يقين بأن الحكومة ماضية في الوفاء بالتزامها التام بالأخذ بما توصلتم إليه من أفكار ومقترحات قيمة، ولكم عليها أن تكون عند حسن ظنكم وأن توفر كل أسباب نجاح الحوار الشامل الذي ألححتم على انعقاده في أقرب الآجال. وستبدأ من هذه اللحظة التحضيرات الضرورية لذلك. طبيعة الحال هذا جزء من الخطاب الوزير الأول، وهو يتعلق بإلحاح المعارضة على إقامة أيام تشاورية تمهيدية للحوار. المعارضة بصيغتها الراديكالية غايبة عن هذه الأيام، وشاركت أطياف أخرى من المعارضة. هل يمكن أستاذ عبد الله القول بأن الوثيقة التي تمت قراءتها اليوم تتطابق مع الشروط والنقاط التي تطرقت لها المعارضة ممثلة في المنتدى؟ البعض يقول بأنها مطابقة لها بما عدا مادتين، المؤسسة العسكرية وحل أو دمج بازب وشيء من هذا، وفتح الوثيقة الدستورية. هذه النقاط الثلاثة قائمة عنها. دور الصراحة، نحن ندور للصراحة، نتكلموا بشكل واضح، نحترموا المشاهدين. كون توافقوا في الأغلبية للنقاط دورهم لدورهم المنتدى، وأنا ما نتوافق مع المنتدى للنقاط لدور المنتدى. هذا عاد وفاق داخلكم أنتم بالأغلبية، جمعوا أنتم الأغلبية، توافقوا على اللي تقدوا تقدموا من التنازلات للمنتدى، وتعود تقدم وثيقة المنتدى آخر شقع بينه مع الأغلبية، لأنه يعني كان يدور وثيقة مكتوب فيها ذلّي قاد ذلّي خليك يعد المحضر باللي خليك في آخر اللقاء يعد به محضر، وأنه هنا أعطالهم لكن المحضر الناس عجزت عنه، والله ما قد يخليك. أنا قاعد نطلق لك من هم قبل أن تطلق من هذا، هم هذول الأشخاص اللي مشاركين وكتر سياسية معارضة شاركت، لا يمكن إفراقها من أنا ماني فاهم. أنا ماني هون، أنا كتبت نقاش جانبي مع الزميل أحمد محمد، كنت نقول ميرا ماني متكلم، لا قطيت أثمنه، لا عندي بي علاقة غير بالمرجوق فيه، كامل بالمرجوق فيه التكتل. يوصلك شوف 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 المعاهدة فات عدد في حوار مع النظام، والذين قالوا تواصل اي يمشي ويشارك واي يمشي ويقاطع، اللي من مقاطعته ما قط ولا التكتل، والمريوق حالا التكتل، والمريوق منه بالتحديد هذا الشيء ما قالوا احمد دده. اذا ما بقى حد مجاك من التكتل، لا جاك احمد دده، ما فات خرج الحوار ولا فات المنتدى. المنتدى في النهايه شخصيات متفاوته في النضال ومتفاوت تاريخ النضالي، المولود حالا كامل تعرف منه لا التكتل ولا ان قال لك تكتل تعرف المولود احمد دده. اذا التكتل التكتل انا ما قال لي دائما عند الوثيقه اللي تكلم عنها، انا قال لي ما قال لي انت منتو انت مزدوج حول الفكره، انا لا شيء قال فكرت لا نقول لك انطلق لك من وياك هذا. قال بن محمد عن الحوار انه فعلا تجاوز اخطاء الحوارات السابقه بين اشتراك جميع المواطنين، من ترى كامل انصاف عن نطرحوا مستقبل بلد موريتاني الوقت اللي مرنقين شمد عليات مقبوضات من الملاح ومقبوضات من الناحيه الشعبيه، حلو عندهم حق انهم مشاركه. قال تعالوا ما قدروا تحدوا سياسه موريتانيا، على عيني وذني مره تقول لهم وحياتي رجال تقول لهم انتم بلا مروه وسبوا العيات والشاشره، العيات يا خياتي والشاشره شو واحد يشتغل مستقبل موريتانيا اللي يحدوا العيات والشاشره، فاصلين في حد يعاونهم يبدلهم، فاصلين في حد يقتل عنهم ديننا موسد اللي يتفرغهم، فاصلين في حد يعدل لهم يعطيهم اسعافات، فاصلين في حد يوسع لهم الاطباق، فاصلين في حد يعلق لهم الدقه. قال ما قدروا يحدوا مستقبل موريتانيا، اذا بدينا قصر المؤتمرات من الخرق لايهام الراي العام وايهام الناس عن الناس انها قابله للحوار،
هذا لانه هم اللي روايه اخرى ثانيه عن الناس كامله ظهرها عندها مشاكل ولا تطرحها. بالوقت اللي كانت المشاكل عندها ناخبين كبار هم رؤساء الاحزاب ورؤساء الكتل شدوا اخبار موريتاني الاول منطلقين منه بعد على كل حال الاول يا الله عبد الله مانين عن مانين تخطى سبعه يا دبي قلت لي مانين عشان عنها المهم سبعه يا عقب وعاد اعتقد انهم سبعه شوف بعد ام موسى بعد ام موسى من الاف بي سابقا ومن قرر الاف بي مقاطعه الانتخابات لان في طشه من الاخبار وهو عنده شعبيه ثم لا يختلف قالها قال لابد من يترشح وترشح ونجح عرفناهم يصبح حزب مترشح عنه عندك محفوظ ابراهيم ذات هو شخصيه سياسيه ما انا قلنا عندك الاشخاص اللي شاركوا من خارج الاغلبيه حتى انا عندي لائحتهم حتى عندي لائحه الاشخاص المعارضه المشاركه ونحسبهم واحد واحد انا ونحسب ما هم عندي خمسه بالعشره اللي حصلت انا على اليوم اللي في تحضير للبرنامج ذاك ذاك قصه زين ذاك اليوم ذاك نناقشوا عشرات كان نناقشوا احنا احنا مهمين الان دوركم انتم اللي عندكم انا بعد زقنا انت قصر المؤتمر ولود كان يجب احد معارض انت ما حق انك عمري تعرف اني نصابين ما عطبك استخبارت حتى لا 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 واصل خدم ايه ما 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 لكن غلط من الرف دولي انا من الاحزاب احمد ثم اخباري فيهم حتى بالتالي تتعاقب معهم ماشي احمد احمد انت انت اكيد اكيد عندك ثبت متابعتك احمد نحن اسمع انت عين قاع وزين انت عقب من الحلقه اللي هي ان شاء الله هذه من الطريقه احنا انا اخبر منك اخبار خلق معارضه اخبر خلق الاغلبيه لكن لا تسمع تسمع حالك من الرف دولي انت قاعد ما تسمع ما زين عندك من قاع انا ما اخذت ما فهمت قال انك انت الناس قلت انك مالك من المولاد قلت تعرفهم فرد ما قلت لهم انا بعد نعرف بعد حد يرحم لي عبد الله يعطاك الاكرام وتكلمتوا ما غطيتوا له انا نعرف انت راك عبيد ما تعرف الصحافه نعرف خارج شنو الصحافه تعرفوا خارج شنو باش مرقد يتعود ماري اخباري فيه ليك صاير باش مرقد نعرف انا نعرف قاد السياسه نعرف باش مرقدتهم ونعرف قاد الاغلبيه نعرف باش مرقدتهم انت ما يقياس معاكم انا واحد فيه لا واضح احمد انت بسم الحاله تقول ان على اللقاء شاركت فيه مقاطعه انا عندي هنا شيء الله يعملك تعين الصبح انا ظاهر لان عبد الله خلينا شوي وعلى انه ايضا يمثل الموريتاني الاعماق والبلديه يعني كبير الناس ما يفهم ان هي قد شوي العقليه في مشاهد محترم يعني قال حتى كلمه ما يعين على هذا المنطقه دي هاي صوره مناظريه ما زالت تعلم من الناس قال وش الموريتاني تغير انا بعطيك منك تعود وزير انا ظاهر انا ظاهر بيعلمنا احنا شوي الرقيش عدلوا قعدوا للمقاعد ولا عدلين بعض خالي خطاب وجه للعاميه يعطي شوي نسمع قال خطاب على حد اللي يعود في المعارضه يعود مناضل بتعود 200 الف ريال شو اللي مش عارف يعود معهمش ولا منه شيء هذا احنا كمثقفين ما يلعب فيه معناها انك خمسه رواقيس سته سبعه مشاو من حزب معين ما تحدث له نعود له كانوا يتادب معاهم يقولوا يتفاوتون في تاريخ النضال كان يتفاوت في تاريخ النضال اللي هي قيادات مشات ودخلت على انقلاب ومشات معه هذا بالتاريخ النضالي معك شكرا يا باشا شكرا ما مهم 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 مستوانا مهم 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 الناس مهم مهم وش الناس ما كان جاي اصلا الناس لا يفهم خارج مد خارج مد لا تنتظر لا ممهدة ولا كتاب ولا إيش ما هي جاية ما هي جاية وهذا أنا ما أنفكرني ما أقول لهم تقول لهم قبي قول أي مد ما هي جاية أنا أنت ترى إحنا كمراقبين المشهد السياسي واضح إنه أنا بالله عليك بيجي حد اللي يطرح لك ممهدات وتجاوب على تقبل له 90 منها وتبقى 10% وعقب تجاوب على في استراحة تبقى معه حد يوم يقعد كان الشارط ما عند الرأس لا من رئيس الجمهورية يقول على إنه طالب الحوار وتقول مدى انها لا يجي يعني نطلب الحوار تطرح له مهدات واللي تطرح له مهدات انه يجاوب على شنو تلاقي جاب شيء جديد مره ينقال الكتبه ومره ينقال عبد الاهش معناها خالقه مده وهذا كان مفروض على انه المعاهده ما يغلط الراي العام لان المعاهده 2011 ايش عجلها مع قومهم اللي يقولوا نحن راك اجل 2011 ومش مشاكل ماكم ما تحرروا قومكم اللي كانوا معاكم الجهه مشيتهم فاهمين على الناس ما هي محاوره ولا هي محاوره ولا هي مشاوره ولا هي مشاده الاخبار عندها هي اجندتها السياسيه الخاصه يا اخوان ما هي قاعده نقولش نقول لكم البلد في ازمه ازمه داخل معارضه الديمقراطيه لا بد لها من اغلبيه وموالاه ولا بد لها معارضه في بلدنا ازمه سياسيه داخل معارضتنا مختطفه من طرف رجال انظمه سابقه عندهم برنامج واضح اجندتهم ايش فيها؟ واحده ما أنا عبد الشيء ما هو يدخل السلطة يعني السلطة أصبحت غاية ما هي وسيلة شيء ما هو يدخل الحكومة موسع ما نشأ دماغنا
عندهم البرامج السياسية سارة شنقال بيانات شتم وسب وقذف للناس هذا وعد عدو البرامج السياسية. معناه احنا عندنا مشكلة في موريتانيا ويجب ان نتحاور لهذا العام والعام الجاي. عندنا معارضة معي قائمة. مشكلة شنو عندنا ازمة سياسية؟ عندنا لا عندنا ازمة في معارضتي. شفتي اللي قالوا النظام الديمقراطي لابد من سرع. ياكي قد يمشي وقد عدى الشيء. خلاص لم تؤس حكومة وفم معارضة. معناه ان احنا نظامنا في الاغلبية ماشي عبد الدور غير معارضتنا وهذا جعل معارض ديمقراطي تعرجع. طيب ايش لايحوا في المعارض في الحوار شو دور من الحوار معه ما دام هو من الوضعية عادية اللي هو النظام القائم شو الساهي يرجع للحوار لماذا يمد لي وما في حالة باصل فيه ما فهم أزمة سياسية أنا قلت لك حالي شفتوا احنا بلدنا مرحلة تأسيس ديمقراطية ديمقراطيتنا بدأت 86 واسمح لي نقول لك لأن للأسف كانت منحة وإذا ما معناها لما فهم نضارات وفهم أحرار السجن وبتطول تطبيق الديمقراطية موريتانيا كانت منحة من طرف الجيش والله من طرف نظام معين وعدلها على مقاسات معينة بتكيس وعدلها على مقاسات معينة وبالتالي خلقت والله ولدت مشوهة هذه الديمقراطية بحاجة إلى تطوير بحاجة إلى تحسين التطوير عندك طريقين إما طريق العنف طريق التنوع اللي ما هو السلمي يعني الانقلابات وهذا فعلا عند عليها أدلة 2005 إلى جاء انقلاب خلق التحسينات ديمقراطيتنا والعهد انتكسر والمأموريات تحدث سنتين وخلق معها الشعب خلال الفترة الانتقالية خلال الفترة الانتقالية يعني الإصلاح ديمقراطية جاء ما بعد الانقلاب نفس الشيء عام 2008 اتفاقية دكار جابت إصلاحات يعني مجموعة من الإصلاحات التقنية كانت مترتبة سنة الانقلاب أول مرة يخلق إصلاح والله تحسين في ديمقراطية موريتانيا على طريق الحوار خلق 2011 واضح طيب السياسي ما وشاور فيه ما عند الراس تعدله وبالتالي الحوار هذا شنو تحسين الديمقراطيه وتطويرها لا ما نعلم فما ازمه استاذ موسى صنبسي كان لافت خلال الورشات اللي ونظمت طيلة اسبوع مطالبه قادمه من الموالات من الاغلبيه بالمعنى اللي الوظيفي من اجل القاء المجلس الشيوخ وهذا تضمن في الوثيقه اشاره اليه او شيء من هذا القبيل من درى يكان مراجعه الرموز الوطنيه والقاء مجلس الشيوخ مترتب عليه اشياء ربما تتعلق ب وتعديل العهده الرئاسيه او ما نعرف ايش تغيير العهده الرئاسيه من الامور اللي للدستور بعد الحالي حاصنها ما تقدر تمتس ما هي كيف الامور الاخرى القائمه مجلس دستوري والله مجلس الشيوخ والله ماموريه النواب والله زيدان والله نقصان هذا كامل قد يمتس في الدستور اللي باط مثلا ترتب عليه شيء مجلس الشيوخ الى انقلاع لابد يبحث الوظيفه نائب للرئيس اللي مجلس رئيس مجلس الشيوخ مثلا كان هناك اصلاحات كامله صح غير ذي الماده المترتبه المتعلقه بالمأمورية ما تقدر تمتس كيف الماده المترتبه عن النظام الجمهوري الموريتاني كيف الماده المترتبه على الحوزه الترابيه هذا ما يقدر يمتس بالدستور السويلة ما بقى ما جم الأغلبية والسويلة الأغلبية اللي عندها من الأصوات هذا الأمور ما يقدر يمتس بهذا الدستور قد حد يلقيه وقرر الدستور آخر غير هذا الدستور ما يقدر يعدل فيه تعديل بهذه المواد الفنتين بما يخص بالخصوص ذي النقطة بالذات اللي هي إلقاء مجلس الشيوخ أظن أني أتذكر مقابلة قد عدلها الرئيس الحالي لمجلس الشيوخ لذلك 4 سنوات ولا 5 مقابلة مع بعض صحيفة اللي عنها ماكشوت فويك سعر أطلب فيها قال عنه فعلا هو من قناعته عن مجلس الشيوخ بلا فائدة وعنه يالتو يلتقى به اللي في الحقيقة اللي يتخلص مجلس الشيوخ أصلا معدل موريتاني ما هو مثلا الضروره سياسيه ولا قانونيه وعدل اصلا عند بدايه الديمقراطيه اياك تعدل قرفه يسكت بها بعض المشايخ التقليديه من تخرص اول قرفه شيوخ جاوا الى المشايخ التقليديه وامير كذا والشيخ الفلانيين والشيخ الفلاني عاده قرفه هي اصلا تمهيد للتجمعات الترابيه وعاد فعلا اداه عند السلطه يسوى في موريتاني يسوى في سينيغال وفطن يسوى في فرنسا تسكت به هذوك ما قد تسكت كامل من الامور السياسيه التوازنات السياسيه تعدل بهم يغير في الفعل ما عندها اي فائده وهي مكلفه خاصه في دول فقيره عندنا ياسر المؤسسات ولا مجلس الشيوخ لعله العدو مثل مجلس الاداره الملكي
مثل الوسيط الجمهورية، مثل هو كونسي إسلاميك، مثل كونسي إيكونوميك سوسيال، مثل هذا الاجتماعي مؤسسة دستورية يعني مصطلح هذا تقلع مؤسسة دستورية شنو فائدتها هي كل عام يندار فيها 600 مليون ولا 700 مليون من اللوبية وهي ما عندها أي مردودية. هو هذا كامل وخلص في حالة دولة فقيرة ما زالت الناس تموت ما عندها الدواء وما زالت كي قالوا الناموس يقتل الناس والناس هيك طب طب طب, طب الصداقة قال لي عنها في كلوارات متكئ في كلوارات كلها معلق للدقب اللي ما عندهم غرف ملانة كاملة وما زالوا التلاميذ واحدين منهم قاعدين على دص رئيس الجمهورية قاعد تخلع عليهم النهار شي ما يلحق 50 كيلو من واكشوط قاعدين على دص ما زالوا وما زالوا هم في واكشوط واحدين كلاسات مكتظة ولا عندها قراية وما زالوا طبوب خاصة كل شيء ما انتموا واحدين فضلت نديروها بشي من حتى هذا الحوار الشادن والله زاد تمهيد الحوار الشادن أخبار وصرفت فيها أموال طائلة مفصول فيها بلدات أخرى في هذا النوع دول. إذن عنا يعطينا ديمقراطية هي ديمقراطية لا يتعود مكلفة تعود ما تتساوي هي ديمقراطية وسيلة كيف قال ولا هي الهدف ما نحن نقبله كامل إنه شو عندنا من رزق نديروه ياكل عدل ديمقراطية شفافة وانتخابات زينة ونمشي نطبعوا هو اسمه بطاقة تصويت شور لندن ونطبعوا رواية أخرى شور بلد أخرى وعده كامل مكلف هو النتيجة قاع سياني هو اللي كلفنا المليارات كاملين اللي هو المجالس البلدية الحالية والجمعية الوطنية الحالية لو نحن حاليا واحدين يطالبوا بحلهم إذا عنا يعني عدو ذيك المليارات كاملة هدرت مشات توفوا ومجلس الشيوخ اللي تتكلم عنه حالا مات الشرعي بعد النظم الدولية اللي مأموريته الجزء الثالث منه مأموريته انتهت ومازالوا يعتمدوا على قراءة النص قط طرف أوان الانقلاب ونعتمدين عليه كتموا قاعدين حالا ويخلصوا كامل من ميزانية هم كل مأموريته فات حسب الدستور. في مؤسسات أنا لاحظت وتابعت خلال حضوري للورشات تمت مطالبة علنية وبشكل مكثف لمراجعتها والتبويب على إلقائها مثلا المجلس الدستوري المجلس الإسلامي الأعلى حتى مجلس المظالم فتوى المظالم طبعا ياسم الهيئات يبدو يعدل الجمهورية وحتى إعادة شوي اسمح لي أحمد اسمح لي السؤال الموالي يتعلق أستاذ أحمد عبد الله السؤال الموالي يتعلق بحضور رئيس معاهدة الوحدة من أجل التناوب السلمي الديمقراطي السابق بيد الحميد وإلقاء الخطاب في الجلسة الافتتاحية ثم المطالبة بالتأجيل ولقاء فيما بعد برئيس الجمهورية ماذا أسفر عنه ذلك اللقاء ثم أيضا هذا الدور الذي يمكن أن تلعبه كل من هذه المعاهدة معاهدة الوحدة من أجل التناوب السلمي الديمقراطي ومؤسسة المعارضة كيف يمكن أن تلعب هاتين الكتلتين أو هاتين المؤسستين دورا هاما في تغريب وجهات النظر بين المعارضة الراديكالية والموالاة والكتل التي تدور بينهما. هذا خطاب جزء من خطاب عبيد الحميد الذي افتتح به الجلسة. واليوم أحضر إلى هذه المشاورات ليس باسمي كرئيس حزب الوئام بل بوصفي رئيسا للمعاهدة وبتفويض منها لأؤكد لكم أننا ما زلنا نطالب بتأجيل هذه الجلسات أمامكم أنتم المجتمعين هنا وأمام رئيس الجمهورية الذي ستطلب المعاهدة لقاءه بعد هذه الجلسة الافتتاحية. والله هذا اللي نحوله شعرك كيف يمكن للمعاهدة ومؤسسة المعارضة شفتها واخذت بيان زادية موقف وأيضا من ضمن هذا عنها ما وجهت كيف يمكن أن تلعب يعطيك الرواية المعاهدة هو نحن كان عندنا صلة لا منتداه ما بيع عن الحوار وركعت عندنا معاهدة مولي ما بيع عن الحوار طلب التأجيل عمدة كانت تصلين مهربة حضرات وطلبة شاطرة وشاطرة شور ومتنفسة شور ظهرها عنه ما تلم ونوظف بشي عقب ذلك البت عدت من الحوار بالتالي عاد تختير تغلط وتفتير وانا تبعد عندها موقف يدي وحالي لاخر إذا كانت المعاهدة قبلت الحوار طالي يخرج بها الحوار بعد عود حوار ثاني بين المعاهدة والنظام حيرا فهموا إذا نجد حالي تعود مغلطة الفتير بالمنتدى يعني قال مؤسسة المعارضة لا تشد لي أخبارها مؤسسة المعارضة ما يسمع لي حزب من أحزاب المعارضة لأنه الحزب لأنه الأحزاب الممثلة في البرلمان
لا جزء من الاحزاب اللي ما ممثل زال اف بي ما ممثل البرلمان ولا هو عضو في 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 لا نحن لازم نفهمه كمشاهدين نفهمهم مؤسسه المعارضه لماذا ما تسمع لها المعارضه او ما تصنت لها او ما هي معترفه بها لانه قلت لك في الاحزاب ما ممثله قانونيا ما عنده الحق بعضويه عضويه هي مؤسسه المعارضه تمثل لها الاحزاب الممثله في البرلمان المعارضه مش ممثله في الحزبين الرئيسيين اللي مشاكسين من قدر من السنوات اللي هو اللي قالوا تكتل القوى الديمقراطيه واتحاد قوى التقدم ما هم في المعاهده اللي ما بين حالا من تو نقول المنتدى لابد ان تفقدوهم هذول الاثنين على الاقل راهو قبل قال عيال في حال مؤسسه المعارضه في حال مؤسسه المعارضه انا ما اول قلت انا اللي قلت راح خلق حسبه هو قاعد دائما يدخل بكلامي انا لا 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 غريب عندي انا مؤسسه المعارضه قاعد تقول تدرس احمد احنا البرنامج ان السنه زايد السنه ست اشهر قدموه ما قطعت فيه رقاش قطع كل حد يقول وش نظره ويتابعوا له خلاص احترموا النفقات على التقليد العام. لا انت خطرك شرب رواي قال احمد قبي وخلعتني بعد لي بيد ما ولكت جاك عن ما يقول هو قال لي عن بعد كل انقلاب عن الحمد لله تحسن المنظومه الديمقراطيه 2005 تحسنت و2008 تحسنت اذا ما نبغي يقولوا بيدي ما هو زين ومعناها انا ما ندري نتحسنوا ما هو بانقلاب انا قلت لهم تحسنوا من دونه لا قالوا بعد انتم ما سمعتوا البرنامج ده مازال يوخا يا كان ما وفيته قلت هذاك صور فيه هذاك ياك بعد ما تروح راسك انا سؤالي قلت ما قلت تفضل احمد صحح الكلام تفضل احمد حاول عنك ما يتم اشراك عبد الله دائما النقاط المثيره جدا اقول انه قلنا المؤسسات اللي تقدر تساعد في الحوار اللي بدا يجي في بدايه اكتوبر مؤسسة المعارضة مؤسسة المعاهدة أحزاب المعاهدة وكيف يمكن أن تساهم في التسهيل بين الأطراف قد تجاوب ولا بقيتم اللي جواب قضية المؤسسات اللي قلت قبل أنا أديت استغرابي أنني أحسب لنا الشيوخ وسيط الجمهورية هاي كل مؤسسات لأنها لا تقوم بدورها وأنها يلتت الحل وأنا قاعد ماني معترض عليه كان غريب عندي أنا قد فوت من مؤسسة المعارضة هنا 4 سنوات ما يعدل فيها شو لك أتحد قال أنها يلتت الحل لا أديت استغرابيته لما هي مؤسسة هنتكلم عن الماضي لا قلت لنا تنحضر قضية الانقلابات قلت شيء بسيط قلت لنا نحن نساء لوعدة الديمقراطية في موريتانيا اللي كانت منحة على انها التحصيلات اللي خلقت عليها اغلبيتها خلقت بعد انقلابات حسبت قلت انقلاب دام يفسيك عدل اسكت قال ما كمرت انت ويلو للمصلين يا عدلت انا قلت مؤسسة دام يفسيك انقلابها وعدلت تحصيلات 2008 خلقت اتفاقية الدكار اللي ترتب على انقلاب وتخلق تحصيلات قلت اول مرة تخلق تحصيلات عن طريق الحوار 2011 وبالتالي كانت وبالتالي تجنبا لانقلابات مستقبلية فما قاعد طريقه اخرى يقدون عدلوا يقدون حسنوا من الديمقراطيه عن طريق الحوار الحوار مع هذا هو اللي هذا هو اللي قلت انا الحوار مع المعاهده قدوا حاولوا شفت احنا اخسرين 20 نهارات 2011 عدلت المعاهده والاغلبيه حوار كان في نتائج ايجابيه الى عدلت الاغلبيه من تحسينات اخرى ما هو ناقص من قيمتنا ولا جاء واحد اخر عقدك وعدلوها ما ناقص معناها اعطينا اعتراض على مبدا الحوار ظاهر ان المبدا ما هي جديه وهذا انا لا نقول لكم على ان بير قلت لك الازمه معارضتنا لان احنا مشكلتنا في البلد ان معارضتنا ما تجمع مثل ما في الاجماع بين قال مؤسسات دستوريه والاول منها مؤسسه المعارضه التي لا يعترفون بها معناها عندنا مشكلة كيف عندك معارضة لا تعترف بمؤسسة هي من يفترض أن يمثلها؟ معناها فيه أزمة قلت كيس بين المعارضة قلت كيس معناها قلت لك على الأزمة بالمعارضة خلينا نتكلم معناها الأزمة 99% منها داخل المعارضة 1% في نظامنا احنا الديمقراطي اللي مثلا مرحلة التأسيس ومثلا مرحلة التطوير والتحسين وكل سنتين ثلاثة أربعة ندور نكتشفوا أن ثمت فيها بعض النواقص وبعض الثغرات لأن طبيعة العمل البشري لأن هذا كيف كل مرة مع تقدم الزمن تكتشف أنك كارتك تقدم شيء ما كان عندك هذه هي الصيغة فيما يخص السؤال أنا اللي هو خالد قم اللي مردهون قالها حد من الجماعة بقضية الحوار ما لابد منه لا يستقيم كيف الحوار من تعود الحالة العادية فهموا علينا الديمقراطية في فرنسا والديمقراطية في أمريكا وذلك استرجع معين قالوا في شيء تراكمات ياسر من السنوات ياسر من التطوير ياسر من التطوير ياسر من التطوير التطوير يعني تعود الناس كانوا توافق على مؤسساتها الجمهورية على مؤسساتها الدستورية لا حال شوي وضعية شاذة لا تقيسوها انت ما تقيس مد كلها شاذة عليه رئاسة جمهوريتها كيس ما قسنا كرتبوا من اللي صرتوا وفهم خاص يا اخي ما ابغى اعلم اذا لم يفهم البقر هي مي مشكلة يا اخي انا انت ما فهمت خلي انا قلت على الديمقراطيات الاخرى
لان هذا اللي تواصلت الوركات هي نتيجه تراكمات تحسينات تعدلها. ما في حوار ولا في انقلاب. ما في حوار ولا في انقلاب. سبب بسيط، لان الكل كان يعترف بمؤسسات الجمهوريه، الكل كان يعترف بمؤسسات دستوريه، البعض لا يعترف قاع بالدوله ولا يعترف بموريتاني، يعترف باجنته هو الخاصه. شرب ضل الله رشمك، دخلوني بحكومه موسعه، ردوا لي فلان الشغله. والله ما نعترف موريتاني ولا نعترف مستقبلها. يا اخوان لا تخلوا، هذا ما يقدر يسكت عليه. اقولكم حزب سياسي قد اسم العاشر ما يقدر يقعد مطلبه بالتفاهه وعقبات يزايد علينا احنا اعلن فما دور الحوار. علاش موريتاني لا تحتاج الحوار بدل مفهوم؟ موريتاني تحتاج لتحسين ديمقراطيتها، وتحسين الديمقراطيه يقول يعدل عن طريق الحوار. معنى حد قال له ما حاضر عنده اجنده اخرى في دورات وعدل، حد يبقى ياخذ على الابتزاز يمشي معاه فيه، وحد ما يبقى ياخذ البلد ماشي قدام. واضح واضح. استاذ موسى، شفنا يد حمساية بيان من لي بي ار، من اتحاد من اجل اتحاد من الجمهوريه، ونقلته موقع الاخبار الفرنسيه، وهو يحيي طبيعه النقاشات المعمقه التي طبعت اللقاء التشاوري التمهيدي. لاحظنا ايضا ان التوصيات اللي صدرت اليوم واللي تضمنت عنها شاركت فيها جميع في النقاشات جميع احزاب الاغلبيه، كتلة أحزاب المعاهدة مجلس الوحدة الوطني والتناوب السلمي الديمقراطي، هاي الوثيقة الوثيقة الرسمية من المعارضة حزب المستقبل وحزب الجيل الجديد، ومن المنتدى الوطني مجلس الديمقراطي الوحدة حزب تمام وكتل أخرى معارضة أخرى. هذه الأحزاب اللي في ذي المعارضة الديمقراطية أو المعارضة الراديكالية معنى آخر، مع القطع لخلاصات وتوصيات الأيام التشاورية بشكل رسمي. ما فات الحق يعني خلاص 11 على الأقل إعلام الإعلام يعني ما فات الحق ما تعاطات إعلامية. عادة عادة تحركاتهم بطيئة دائما بين كثرة الأحزاب اللي الكتل اللي متشكلين منها، الطلب دائما وقت ياك يناقشوا إذا كان مواقف مواقف ومناقشة عادة ما تجيب بسرعة. واللي هو بيان ديبير أنا بعد لا يفاجئني، ما كنت واسعا مثلا ما كنت متوقع عنهم لا يبرقوا بيان تنديد بذا والله لا ما تنديد هم حياوا قلت لك على ما هم فاجئين يوتيوب ودفاع عود بيان كان محضر بيان منطقي هم منطقي يوتيوب ماشي احنا قاعد طولنا في الكلام بالسياسه كنت ما سعنا نطرقوا لمواضيع اخرى ربما نتطرق اليوم مع انتهاء هذا الموضوع هي السياسه لا تهم كل ما تقولش في موقع الطواري الحكومة ستحيل توصيات التشاور إلى المنتدى عن طريق رسالة. فيه أيضا موقع أقلام حرة يقول اختتام اللقاء التشاوري الممهد للحوار الوطني. وفي الحرية نت اختتام الأيام التشاورية بالمطالبة تحديد موعد لانطلاقة الحوار. وفي موقع الأخبار اللقاء التشاوري يوصي بالحوار في أجل أقصاه بداية أكتوبر. أحد المشاركين أبرز المشاركين في اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الوطني الشامل سعد سفير بلال ورزق في هذه المداخلة، ثم خرصوا تعليق عليه وبالمناسبة مداخلاته في افتتاح اللقاء التشاوري. قناعة راسخة مني شخصيا ومن الكتلة السياسية التي أمثلها، وإيمانا بفائدة التشاور والتلاقي بين الفرقاء حول الهموم الوطنية الكبرى، فقد قررنا مشاركتنا فقد قررت المجموعة التي أنتمي إليها تلبية النداء، وقدمنا من أجل الدفاع عن قناعتنا وتشبهنا بالديمقراطية مع تمسكنا بالانتماء للمعارضة. الله استاذ عبد الله، الحديث يتعلق بالمشاركين مرة أخرى. كيف قلت عن كان من أبرز المشاركين في هذا اللقاء بعض الشخصيات المعارضة التي توصف بأنها معارضة، وبعض الأحزاب أيضا التي توصف بأنها معارضة أو على الأقل توصف من قبل النظام والجهات الموالية. بلال ورزق يمثل الكتلة المعارضة المحاورة ويقول في خطابه أنه يتمسك بالمعارضة، هل يمكن أن تكون هذه رسالة واضحة أم أنها غير واضحة؟ رسالة واضحة لنديروا نقاط الحروف، نحن ندور لنقاط الحروف توضح المشاهد ونحترم عقل ومن لا ينقولوا عن هذه الجماعة اللي ماشي شرع الحوار، هي ماشي عن المعارضة غير مولي كانت صادقة بقدر من تصريحاتها اللي قالت أنها ما تمثل أحزاب المعارضة
وعنها الان شيء مبادرات شخصيه وذاك اللي يقول لك مثلا شفنا احنا هذو انا راك من دعاه زمن الحوار دورنا قبله يلي نختير شيء يسوي شنو لا نعود نقد به نقيس به كاع النظام ما هو قاعد على الحوار قرب عندنا شنو نديروا على الوجه بيدي النظام اللي يعود اللي حد كامل معسرين يعود له يجبر قدر من الدفره ويجبر قدر من قلة عن تمشي الامور معاه ويعودوا له هو كاع شغل الخيام مات له رجال كبير عندهم عاد قلب شبه منه اللي عمو الاخر بيدي عاد يجيب لهم عاد يحكم عنهم يعود كاع شيء عنده سنين ما سبق من ذكره ضيف الى ذلك انك مدير انت في المعارضه شنو مأمل انت حارف ذاك منطين والله ذاك منظر ودير مثلا تارك منظر اخرى انت معارضه شخص ما يقد سياسي موريتاني يصبر عليه في المعارضه تمام ومازال قد تعقب لما شفنا الاخبار حالا الحوار قلت قالوا انه قد يفضي الى عن تعقب عود راهم 5 سنوات اخرى والله قاعد يعود مفتوح عود راهم 20 سنه انا صرت قاعد في المعارضه اللي انت هي بحد ذاتها لذاتها ما يمطلب السياسه المبلوغ منها شو من النتائج تجبروا موريتاني والله يجبروا انا والله يجبروه كاملين هو ذا في النهاية برامجه ما هي متباعدة وخطوطه ما هي متباعدة وحد كان في أقصر يسار ومشى أقصر يمين وموريتاني ما تكسح ولا يكبر من قدها بين الرجال ذيك مع النظام كانت في أقصر معارضة ورجال أفضل حالة في المعارضة كانت على تصرف إذن هو هذا القدم خطابه ننفي عنه صفة المعارضة مين اللي أنفع؟ ما ننفي عنه صفة المعارضة بيه اللي قاعد يقعد عارضهم كان لا نحن ندور نتوق نعطوه شيء واضح أنا أخباري من ننفي عن حد ولا ندير بصفة واضح أحمد في 28 نوفمبر المعارضة تتولى قراءة البيان الختامي للأيام التشاورية في صحراء ميدان وزير الأولى أعاد تصدير توصية اللقاء التشاوري المعارضة اللي شاركت كيف قال قبيل من بداية المداخلات كلها توالات على منصة الخطابة من أجل قراءة البيان بالفرنسية والعربية هل المعارضة حس وجه نظرك شاركت هذا اللي قرات يمثلها أم أنها مكلفة فقط بغلاته؟ أنا نختار نقول شوية من هذه الصكوك المعارضة في 13 مارس وديش مرتين بالعام. نرجع جالك بس قلت شوي وين؟ لا حتى لا يتفق. أنا بعد اختارت جدًا كبر إنه هو اللي يقول ما حق عندي ده واحد من إحنا الأغلبية. أنا واحد من الأغلبية حتى. لا يقركم بعد على. لا. الأغلبية غير ماندور تعيين. هو ماندور تعيين. رأيكم أنا من الأغلبية. غير تعيين ماندور. يا بخام تعيين الجمهوري. ماندور تعيين. وعاش بخام تعيين الجمهوري. شوف دائمًا الصور النمطية اللي كانت في موريتانيا مرحلة معينة وزار مبرص على الأمير زاد موريتانيا. هذا ضرب الله ما تلقى واقع موريتاني حد يعود هام ذن يعود جدي نتكلم بشكل كذا واقع موريتاني ما كذا هو يقول القولان على المعارضة على أنها تدفع على ما على له حق وين هو حد في المعارضة شاكب على إنه مقلوع منه الحق من الحقوق نقول لك هذا صح راجل هو يوم كان قيادي بتكتر قيادي ديمقراطية راس حمد قاعد كان مريض وقلع من وانقطع معلق اخلاقه عبد الله خليك واضح خليك احمد لك انا من دور السواق ومدير مدرسة ابتدائية ما يجي يعين مولي عاد وزير التعليم يعرف عنه من الحزب الحاكم عبد الله ايش بتحكي حد يجي يعرض الحق ما تعرف انت لا واصل احمد عبد الله انت من راسك بعد انك معارض ما هو عين عبد الله انا وضبط لي غير هو يتكلم لا هو يتكلم على هو مستواه هو انا عارف لك ان هذه المكان الاعلاميه اللي حاولنا تفرض علينا الصور النمطيه من الماضي ان هي واقع موريتاني موريتاني الناس كانوا ساكنين في وتر عبد الحالب ولا يقول انا كاش كان حقي قد قلت الناس بعيد شوي من المشهد قد شكل حق يعني اللي يقرب منه يعرف من الواقع شيء اخر ان هذه صور نمطيه منقوله من الماضي ولا هي حقيقيه انا ظاهر ان هذا اللي جمع ذاك النهار منهم الوجيش المعارضه وانا قعدت كنت في حزب سياسي ولا حولني الحزب نمشي نتكلم باسمه ولا قلت اني ماني الحزب معناها اني متبرع على اني قعدت معارض قال انا ماني بتكلم باسم مد حزب سياسي قائم موجود وليت لي يمشي لا يمشي بطريقته فهم ده هو معنى الدخله ولا معنى انه مو معارضه لا معنى انه ما قطعوا عاد مناضلين ولا كذا هذا متباعد تماما هذا اللي خلق والمعنى اللي يرتاح فيه محاوله العاده انهم لا هم قاعد يمثلوا هذه شخصيات كانت معروفه المناضله وكانوا مليين قال على شو اخر ماذا هو هي ما زالت معروفه ما زالت مناضله ترجع من الناس نضاله هو لا تمو اللي قال انا من طوب اذا كانت معروفه كانت مناضله عدلتهم 7 وعدلتهم اقل من ذلك عدلتهم اقل من ذلك اخبر منك عبيد قال انهم اكثر ما اخبر مني فيهم عبيد قطعت منهم عبيد طاه الحزب لا تخرص من قدام عبيد طاه الحزب احنا قاعد نقول لا احنا اغلبيه خليني استاذ احمد نواصل الموضوع الان يتعلق بصاحبة الجلاله صاحبة الجلالة الصحافة الموريتانية ورابطات ونقابات الصحافة وهيئة الصحافة الموريتانية شاركت في حسب معلوماتي أن وجهت رسائل للمشاركة وأنها شاركت ولكن وجود لورها لتقايبة ولا شاركت حتى في
المنصات ولا ما شافت ابدا ما شافت. هذا هو المعلومات عندي عن المعلومات عندك خاصه نقابات ورابطات تم توجيهها الرسائل حسب علمي. نعم. انا ما بتكلم عن اجهزه، ما بتكلم عن الناس كامله غير حسب علمي. طيب اين الصحافه وهموم صاحبه الجلاله الصحافه من هذه الصحافه؟ لا ما تعدل السياسه، هو ما في هذا الشيء كله. انا يوضح لك في نقابات وفي صحافه ما تعدل السياسه، والله زاد تعدل لها نوع منها واحد خارج اللي قالوا السياسه العامه. هي سياسه نوعين، السياسه العامه والسياسه الخاصه. السياسه العامه تعني الناس كامله، اي مستقبل البلد، الحريات العامه، الاصلاحات في البلد وكذا، يعني الناس كامله. اذا يعني الصحافه كما يعني نقابه المعلمين، كما يعني نقابه الصحافه، نقابه المدرسين، نقابه الاطباء، نقابه المحامين، اي نقابه كامله تمثيليه يعني تدلي رايها في شيء اللي قالوا السياسه العامه. اللي ما يعدوا اللي قالوا السياسه الخاصه ولا لا بوليتيك بارتيزان الحزبيه، من عد تابع الحزب كذا ولا من الاغلبيه ولا من المعارضه، هذا هو اللي ما يتعدل. وحسب علمي عد الصحافه بتشارك بالتشاور الايام التشاوريه اللي خلقتها 2005 2006، هي اللي وعدت لها ونادات بصفه رسميه وشاركت كمشارك. ضرك جابها بطاقات دعوه، يا غير لا بطاقات دعوه في السيريموني بروتوكولير، كيف السفراء، كيف الناس كامله اللي تجي فقط لا سيريموني افتتاح ولا الختام، يا غير ما هي كمشارك في الـ في الـ في الـ في, الـ في الورشات. حسب علمي راه يقعدها محد ماني عالمي. واضح. استاذ سيدي محمد والمحم رئيس حزب اتحاد بلد الجمهوريه، ودائما اعتمد على الخطابات التي القيت في الحفل الافتتاحي للقاء التشاوري. استاذ سيدي محمد والمحم في خطابه تكلم عن ضمان موريتان، هو فعلا رئيس الحزب الحاكم، وقال عن أن الدولة تتجه إلى ضمان الحريات وإلى دعم الصحافة وإلى تثمين أيضا ما يسميه بالمكتسبات وتعزيز الحقوقات تتجه إليه. صنتوا لسيد محمد المحام في هذا المختصر، ثم التعليق لعبد الله. باسم أحزاب الأغلبية أتوجه بالشكر، بكامل الشكر إلى مقامي فخامة رئيس الجمهورية الأخ محمد عبد العزيز على ما بذل من جهد وسعى من سعي إلى بناء صرح الديمقراطية في هذا البلد وتعزيز أمنه واستقراره. لقد تم تحرير الفضاء السمع البصري بالكامل في بلادنا، وتم رفع العقوبة البدنية على الصحفيين، مما أوصل الحريات وقدرات التعبير ورقابة الصحافة إلى أبعد مدى يمكن أن تصل إليه. وتم رفع يد الدولة بالكامل عن العملية الانتخابية التي أصبحت تدار وفق توافق الأطراف السياسية عبر لجنة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية من الألف إلى الياء. طيب مداخلة كانت لأستاذ محمد والمحم. تعال تفضل، عاد عندك أستاذ محمد المحم رئيس حزب الحاكم. وطي منطقة عمله يقول إلى هذا الرقاء. زادنا اليوم كلمة جديدة من القاموس إلى مقام فخامة رئيس الجمهورية، مقام جديدة على كل حال، وكان هذا اللي يدخل في إطار الدعاية. قال شيء يتعلق بالحريات العامة وشيء يتعلق بالصحافة ثابت. قطعنا رتبت ليد عنها، يا غير اللجنة المستقلة للانتخابات ما رتبت عنها ليد. بهي اللي رايحة حالا قاعدة محلولة، حد من حالها حالة السلطة ما تحل راسها. إذا كانت اللي مرفوعة عنها ليد ما تعود فريكت. وقطعنا مولي عنها بإشراف الانتخابات الماضية على جبار ياسر من الإحساس اللي ضدها. واللي قاع مازال درك ظاهر له عنها في اللائحه الوطنيه، عنها لا عدلت فيها قدر من 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 ذاك اللي مونك عند شي من الناس. يعني انا بعد ماني مخون هذا المجال له، بعد نعرف عنده انه ما هم الصميم الحريه اللي تكلم درك عنها، عن الموريتانيه عنهم هم اللي يعينون لجنه الانتخابات، طالع عنها لا فهم عيد من السلطه، وذاك هم اللي قاعد عيد السلطه، فهي هم اللي فيها لا اساسا اغلب اللي سيرها، لا هم اللي مده كانت تسلم ما يدعي هم اللي من السلطة، ولا جاي من جهاز قريب من السلطة. هذا ظاهر لي عنه، هو من شايف على كلمة ذاك الإطراء اللي قال بالرئيس ما أنا شايفه عليه. بيجي قاعد كتله نقول وانا لو كان ما قال هو يا غير بعد الجانب الآخر يتعلق باللجنة المستقلة للانتخابات ما هذا عنه. يقول لا لو تو بيدعو هو فطن عنده صورة، زاد هو صورة نمطية قبل كان يقول إنه
احمد محمد ونجعل الصوره النمطيه عند اليوم التقرير الانتخابات اللي عنده والمحمد لا الصوره النمطيه قبال بعينها انا ظاهر اللي قال رئيس حزب الحاكم يسوي عند البركان اللي قال حق والله كذب اساسا بغض النظر عن التوابل اللي داره هو عليه طيب يحتاج الحل انت تتكلم عنه لا عن القضايا لا لا انا قال انا لا اقول اللي قال كذب وتوب بالضبط تفضل دورك انا قلت لك لما يقول الاصل ما عندك على الاقل بعد الحسب اللي حسب هو متواليه كامله ما عندك حد هناك فين اخذت موريتانيا لا قريت الاعراف العقوب البدنيه عن الصحفيين كذا قاعد قلت وانا قضيت انا قلت لك كان قلت باسلوب انا اسلوبي انا حربي المهم انا قلت له الاساس اللي يقول قاعد سياسي من كان قال خالد والله محمد وما يخص فشل مستقل الانتخابات اولا هاي ديران وزر على جهه معينه هذا لا الكيانين اللي عندنا دائما نوزنوا بهم وزن خاسر كاين الكيانين اللجنه معدلتها جماعه موريتانيا متوافقه ولا حزب سياسي واحد ولا توجه واحد في واحد من المعارضه مع انها خلت باتفاق بيناتهم وبالتالي تحميل مسؤوليتها والله كولان عن مشاكل فيها ونحلت مع بالتقابلات لا لا هذه إزراعات بس إزراعات قانونية تبع من درايك أنا إلى عاتل حلت المخالف نصف لا تكاس يا أخي فهم فرق بين ذي الظاهر لك أنت ورموالك عنك وزين عندك وذين قالوا القانون إحنا أهل المدة خالفة القانون كيس وأنا قضى السابق بزار القانون القانون لا تشمرني ما لك وانا مولي استعليها عاقبة استعليها عاقبة استعليها عاقبة يلا يلا واصل معنا هلا المرجعية اللي نرجعوا لها من دراية كان اللي خلف مخالف للقانون ولا ما مخالف إلى عاد مخالف للقانون إلا لا يصدق وكان بيوم أنه مسامعنا ونقولوا أنه ما هو صالح ولا أنه معنا قادم إلا نعود ما هو مخالف للقانون لأنه ما هو مونك عند فلان الله يا عندك لا تمرت يوم الايام المهم بعد ما هو مخالف للقانون هذا هو الاساسي في الموضوع شنو هو مخالف للقانون حلها ما هو مخالف للقانون سويت كان اللي خلق في اللجنه حلها مخالف للقانون عاد حلها كلمه حلها مخالف للقانون تماما متصم بس هي طالب حتى كثير هذا الموضوع حلها هو حلها هو الاجراء اللي خلق فيه وما يعرفش اللي قلت من دار الاجراء اللي عدل فيه شنو إذا كان مخالف القانون ولا ما مخالف القانون قال هو انه حل غير ما في خبر عاشور طيب الفيديو اللي خلينا نشوف حنا نبي ابي حنا ابي شيء خلينا شنو كان حدث ولا كانت دفعت على حرام ثم تفرق بين ما تنم عايدين لجنه مصاصم بس لقاء الحوار اليوم تقليديه بين الاحزاب السياسيه قال في دعوات ان تخلق حوار ايضا اجتماعي هل هو ضروره حوار اجتماعي ليش يعني بين المكونات الاجتماعيه اللي عندها احتقان وعندها مطالب تتزايد يوما بعد يوم هل هي مطالب لا كم هم مطالب قاعد تخرج كونفرنس ناسيونال وهم مطالب عن يخرج كان مدى شنو مدى جديه و مطالب مطالب شو هو عاده في الدول في الديمقراطيات العاديه ولا في الدول العاديه هناك ساحتين هو اللي يخلق فيهم نوع من النقاشات والخيارات عاده يخلقوا في الجمعيه الوطنيه هذه الجمعيه الوطنيه يالله تعود فيها تمثيل مواطنين كاملين طيف كامل من يساره الى يمينه نقصى يمينه الى اقصى يساره ويخلقوا هي اللي يخلقوا فيها نقاشات الخيارات الاساسيه للبلد والتوجهات السياسيه والفلسفيه للنظام ولا المنظومه ولا التوجه لوعاد البلد كامل لين يعود ذاك ما هو خالق لين يعود البرلمان وحدين ما يراوا فيه ذاتهم والله ما يظهر لهم عنهم ممثلين فيه يسوى كم قد قدرتهم يسوى كانوا شويه يسوى كانوا ياسر يسوى كم قدهم تبقى هماتي الساحة السياسية، الساحة السياسية هي اللي فيها تنقلوا الفرقاء السياسيين كاملين، الأحزاب ما تنقلوا الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، الفاعلين السياسيين كامل، ما هو اللي يخلق محاولة حالا من التفات حول صلاحيات البرلمان منتخبون يسوى من عمد المنتخبين المحليين يسوى منتخبين وطنيين اللي هم النواب والشيوخ عن التمثيل الجديد اللي معدل ما معروف على أساسه كيف مثلا اللي جاء للرجال قصد مؤتمرات الايام انا باك مراقب ما عرفت من جوب على اساسه هم مواطنين عاديين كيف قال لك ابو عبد الله هو ذا النوع نقاشات سياسيه يالت وعود نخبويه اصلا متعلقه بالنخبه المهرجانات ذا النوع هو اللي يجيه الناس الشعبويه مثلا هي ماده جايه عباره عن تناقش امور دستوريه جايبه للمواطنين البسطاء اللي ما عندهم الهام ولا عندهم ما مهتمين به قاع ولا مهم عندهم والله ما يفهموه يقراوا ويكتبوا ايه جايبتهم ليش؟ لا ترجعونا لورا حاولوا نواقف انا ماني راجع لورا طيب لين نوحلوا في نقاط متفرقه وبعدها نحاولوا نشوفوا طيب ولا نعتقد ان جبنا ما يمكن من الحوار
عبد الله، الحوار تخللت زيارة رئيس الجمهورية لجمهورية الصين الشعبية، شنو دواعي هذه الزيارة؟ ما هو مردودها على بريطانيا باختصار شديد؟ قد نقول ما عندي نظر. ما عندك نظر بصراحة. شنو هو أكبر تحدي حقيقي الآن في يعني حسب قرار الحكومة أنت اللي موالات، شنو هوها التحدي اللي يقف أمامكم الآن؟ من أي يعني جميع المراحل، خارجيا، سياسيا، محليا، تنمويا. من كبر سقف الطموح. مشكلة الحكومة والأغلبية طموحها لبلد كبير جدا، وبالتالي تحقيقه ما هو بالبساطة اللي تصور البعض، وبالتالي لا يعود هو التحدي الأساسي، لأنهم ذلي دوروا للبلد ومستقبل للبلد، لأنه ينقلوا نقلة كبيرة حتى، وبالتالي ما هي سهلة، خصوصا ظل العقليات اللي عندنا هنا فيها في البلد اللي صعبة، اللي ما زالت شمن الناس لأنه فقير ولا جاهل ما عنده حق يتكلم سياسيا ولا عنده حق إنه يشارك، رغم أن ما خلق حد يقد يفهم معاناته ولا مشاكله أكثر من نفسه. أنا ما قلت ما عنده حق الراشد وعنده الحق يتكلم، غير ما يعرف شيء يقول. يعرف اللي يروح عمولات كسكس في بيكا حجاب هي وشيها الحوار في تفرغ زينة عنه جنبها حد يعطيه له فاصل يضعي. أنا شوف أنا ما ليت مويل بلو لا الوقت طيب بدأ الوقت موسى صنبسي. شنو تعليقك لأكبر مشروع عند الحكومة وهو مشروع الصرف الصحي؟ أنا قاعد أكبر سعنا فتعال يعني هو أكبر مشروع الآن يلوح في الأفق. لا هو مشروع، هو تحدي وتحدي فعلا حقيقي مطروح لهذه الحكومة ومطروح للحكومات قبلها، أن نحن المقصود أنشئ في بداية الستينيات وكان فيه صرف صحي، وعدلوا صرف صحي على مستوى اللي فيه أظن 31 كيلومتر من شبكة تتكون 31 كيلومتر عن ذاك من الصرف الصحي. واليوم حتى الآن نواكشوط مدينة تقرق فيها أحياء، خسارة هائلة للسكان والساكن اللي فيها، واحدين ممتلكاتهم تكمن في دار فقط، بغداد، سوكوجين بي أس، الكسر القديم، بعض المناطق متفرق زينة كلهم قلعوا الماء منه، وإذا الماء ما زال يتزايد سنة بعد سنة ولا شفنا الحكومة قبلت أي خطوة لحل هذه المشكلة. أي خطوة ذيك؟ خلق برنامج للصرف الصحي، ما ينقال وقع صرف صحي، لإخلاء مرزات شفط المياه المطرية، داروا بعض المضخات بعض المناطق يعني 10 أو 20 بتمويل من جمهورية الصين. بالمناسبة زيارة رئيس شور الصين مازال حتى الآن ما فات وقع أي اتفاق في مجال الصرف الصحي، وقع بروتوكول في مجال الصيد، واحد من مجال الصحة بالعادات الصحية ومكافحة الملاريا حسب الوكالات الأنباء الرسمية الموريتانية والصينية، ويقدر يعودوا مازال زيارة متواجدة. طبعاً زيارة في الصين زيارة مهمة، به الصين دولة مهمة، ورئيس الجمهورية التقى بأكبر شخصيات في الصين، شي جين بينغ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب، إذن التقى بالشخصيات اللي كان واجب يعود بيدها حل على قدر المشكلة. غير قاعد الحكومة اللي قلت قبيل أنا ما شفت تتخذ الإجراءات، أنا ما زالت تمشي تصعب لعد حدها مصر صحيح عقبله، مع عدم تصوصل يعدل كامل تروتوارات والأحجار اللي ندار وتعبيد الطرق وش ما طار شنو، هذا كامل له يدقدق لعد عدل صار صحيح. وفقط كنت نشير للدراسة اللي كانت موجودة واتفاقية اللي كانت عدلت مع شركة الصيني قال سي جي جي سي، وقعت معها اتفاقية أصلا بروتوكول اتفاقي مبدئي ب 199 مليون من الدولار صحيح. بعدين وعقب بعدين ما حول الاتفاق بعد البروتوكول. عبد الله، المعاهدة في حزب فيه مجموعة قال معاهدة الوحدة من أجل التناوب السلمي الديمقراطي، ماذا تقول بها؟ أي مجموعة من الأحزاب تتألف من التحالف الشعبي التقدم، تتألف من حزب الوعي الوطني الديمقراطي، تتألف من حزب الصواب، وهذه أحزاب لها مكانتها الوطنية وشخصياتها أيضا شخصيات وازنة موريتانية. أنا شو دوري نقول لك عنها؟ لا أحمد، فيه كتلة من قالها المنتدى الوطني للديمقراطية الوحدة، ما هي رسالتك؟ رسالتي لها لأنها أولا كثيرا التشاور لأنه مهم أولا للأحزاب بعد قاعد يخلق مقرارية للأسف، لأن في بعض الأحزاب ما يعني ما واحد يمكن التشاور به، اللي أحزاب دائما يمشوا من هالواقيش اللي معناه أنهم ما قدروا يجبروا شد الأخبار اللي
قالك رسالتك لها رسالتك خليه هو اللي الحلقة قال لك تم هو قال لي أنا عاد كولي ما أما أنا بالنسبة لي مهم لأنهم ثقافة التشاور تخلق بيناتهم اللي هي تخلق بيناتهم يدور يخف عنها دائما الناس اللي دائما يمشي عنهم تخفضك حتى قريب واضح رسالتي الأخيرة ظاهر لإعلان مد هامها مستقبل البلد تعرف ان الخيارات اثنين لما يكشف على وجوههم يقول لهم ما هم متعاملين ما هو يحقق انقلاب جديد ولا يخرق لهم اللي يخرق لهم اللي دائما مثلا شو ما تحتاجين في الصفقه والله ما يدخلوا حوار مدته واضحه واضح استاذ موسى ما هي الرساله الموجهه للاغلبيه طريد حد انا اكيد فهمته انا ما عندي رساله قد وجهها للاغلبيه يكون عن هي اغلبيه قايله هي والله قايله الواقع عنها ناجحه في الانتخابات شارك فيها أغلبية الشعب الموريتاني ويلا التحديات اللي عندها الاقتصاد حاله ازمه اقتصاديه خانقه في كل في كل في كل الميادين يلا تتوكل بها توحد بها يقعد مع الناس ما عندها ازمه كامله الزاويه اللي نشوفها انا منها نشوف منها ازمه اقتصاديه خانقه في كل المجالات خاصه عن اكبر شركه عندنا اللي هي كانت البومون دي بي اللي سنين معروف عنها تتخبط حالا في مشاكل خانقة حتى عنها ما قدت التزاماتها اللي معدل بعض العمال ما قدت تقوم بهم وهذا واضح انه راجع لانخفاض اسعار الحديد رغم ان معلومات ان الحديد يعني الشرايك المعدنيه كامله في ازمه والشرايك الشرايك النقل في ازمه والمنشات كامله الاخرى والصيد نعرف عنه في ازمه الصيد الاغلبيه ما تنفع في شركه دوليه الاغلبيه قال لك رسالتك الاغلبيه قول سنين ما يقرر الاغلبيه تحل مشكله التعليم الصيد الاغلبيه ما لحق مشكله التسفيقه ما لحق احد الاغلبيه ما رسالتك انت وبكلمات باختصار جدا للبرنامج لزيدان زيدان زميل ضروري يعيط لي عند راس السلطه يعطيك العافيه احمد الوجهاء اعتقد انهم ضروري يتفهموا لان البلد تغير شوي ولا مش بينهم يجار والوضعيه الجديده اللي عاد في البلد ياك عاد يسبني يستمر اللي يبقى على تبقى اخرين وجاوينهم موسى الصحافه صحافة قاهرة ثلاث خارج في نهاية حلقة الليلة من برنامجكم حوار الواكشوب أعود وأجدد الشكر والتحية والتقدير للزملاء الذين شاركوا معي في هذا النقاش وفي يتقدم هؤلاء الصحفي المخضرم موسى صنبسي شكرا على المشاهدة وعلى إثراء النقاش وعلى أيضا الاستعداد الدائم للمشاركة في مختلف حلقاتنا وبرامجنا الأستاذ أحمد والمحمد وهو إعلامي شكرا على المساهمة وعلى الدفاع عن حياض الموالاة ونتمنى لك أيضا الكثير إن شاء الله من الخير والشكر موصول كذلك للأستاذ الإعلامي عبد الله الأدفاغ المختار شكرا على المشاركة وإثراء الحوار حوار نواكشوط أنت أيضا مخضرم في جميع الحالات الشكر موصول للفريق الذي أشرف على إعدادي وتقديمي هذا البرنامج وهم بمختلف مكوناتهم الفنية والصحفية وكذلك المخرج راسين وان إلى حلقة قادمة أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.